مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند حياة وسعاد في الدار البيضاء في موضوع القمة في الغرابة. مشاهدينا الكرام، الهجرة طموح لعدد كبير من المغاربة ولكن بطرق قانونية ومشروعة. مشاهدينا الكرام، الآن نتواجد على جد مقربة من مكتب في عدد من الضحايا مول هاد الشركة، داير قناة تعطي فيها عناوين القمة في الغرابة كيفاش تمشي لبرا سواء أي دولة من الدول بدون مقابل. هنا ناس كتلفت انتباه لهذه الأمور كتجي للمكتب وتقع فيما لم يكن في الحسبان. تبعوا معايا، غادي تعاودي ليا هاد انت ضحية ديال هاد المكتب، شنو اللي واقع؟ السلام عليكم ميدا. أنا شفت هاد السيد في اليوتيوب ومن خلال الهضرة ديالو كي تيهضر وهذا تيهضر في جدية وفي صدق بكثرة ما تتقي تسمعي له تتقول يا سيد ما فيش الكذوب وتعير الناس اخرين عندهم بيرويات يكذبوا. انا عندي المصداقيه، انا عندي الحق، ما انا غندي الناس ولا المده هي 3 شهور ولا ما مشاش عندي المحامي على برا تيدافع عليهم وتيوقف معاهم حتى داك الملف يرجعوا يراجعوه ويرجع السيد يمشي يعطيو يطبعوا له باش يمشي. ومن بعد من تياخذ من عندك ديك الفلوس وتعطيك النمره صافي هي تيشدوا الفلوس ما تيعاودوش يبغيو يهضروا معاك. ومن خلال حنا بعاد تنبقاو نجيو من فاس لهنا فاش تجي تعطيك نمره اخرى يقول لك ديك البنت راها خرجها تحقها صافي هاكي نمره الكاتبه اخرى هادي غنجاوبك ولا تتمشي عاوتاني تتبلوكيك ديك البنت تيبقاو يلعبوا لك على الاعصاب ديالك. والناس فاش نجي عنده الناس هكا زاد كانوا بالاولى انا هادي في شهر 5 كان تيطلب هي 60 دابا ولا تيطلب 120 100000 ريال دوبل داك الشيء بكثرة ما لقى الإقبال. وكنتي تتسولو تدخل عنده بلا ريال لاش داريه دابا لما حطيتي 4000 والله لا دخلتي الطبيب ليه الطبيب وقرا طب تقدر 3100 درهم تدخل عنده يعطيك الدواء ويعالجك هذا يدخل يلعب لك على أعصابك ويكذب عليك وياخذ 4000 ريال ويضحكوا عليك تيخلي لك كاتبة تقول لك هضرة خاوية وتاخذ 4000 وتخرج ونهار تياخذوا من عندك الفلوس ما تتعاودش ما يعاودوش يهضروا معاك كاع ما يعاودوش يجاوبوك ويبلوكيوك. ودابا من جينا قلنا له عطينا الملف ديالنا عطينا رزقنا تيعطيك ورقه وهو مخبع وتيبقى يقول لك وسايني وسايني دابا نعطيوك وشي فلوس ما خديناها وتيتفلى علينا. ودابا تنطالبوا المخزن والسلطات والصحافه يجيو لهذا السيد باش الشباب ما يزيدوش يدمر شباب اخرين. انا كدافعه هي الخويا مزوج وعنده اولاد وما بغيتش شباب اخر صغير يتسوى يدمر. هاد السيد نصاب وكذاب وقفوا عند حده ما يزيدش يضحك على الناس لان هذا مكن من راسه ما خايفش يعني ما حنا ما غنقدوش نجبدوا معاه صداع ولا نبغينا المخزن اللي ياخذ الحق ديالنا وحق ديال هاد الشباب كامل. غادي تعاودي ليا بشكل مختصر اللقاء ديالك انت بيه ملي جيتي لعندو خلصتي هادشي راه بحال الطبيب تدويزه ب 4000 ب 4000 من بعد طلب منك شحال طلب منك وحنا غادي 60000 ريال. النوب الاولى كان تيقول تسولو بلا فلوس فاش لقى الاقبال ولا تيقول تسويله ب 4000 والفلوس ما تتعطالوش هنا كاش تيعطيك واحد النمره وتتصيفطيها في بحال بريد تيعطيك سميه اخرى وتتصيفطيها له في سميته هو تيعطيك السميه اللي غتصيفطي له فيها حيت ما يمكنليش نقول السميه. المهم انا عندي التواصل وعندي كلشي كلشي ما حتى حاجه ما تنقولها عيب الفم. لا خلصتي اشنو قال لك غيدار؟ قال لي غادي ندير عندي شركه وغادي نخلص له لاسينيسيس ديال 3 شهور وانتم خدموا 1.40 مليون في الشهر حطوا له كل شهر وبقاو تخدموا الفلوس هكايا. ومن بعد فاش بقينا حنا تنخدموا الفلوس وهذا كملنا 3 شهور قلنا له ما عيطتي لنا ما سولتي ما وريتينا لاسينيسيس اللي قلتي غتبقى تخلص للولد ورينا راه السيده صيفطت سولت قالت لك راه ما كاين لا لاسينيسيس لا والو هي الكذوب. دخلت البنت لا ماشي هكاك بقات دخلتني ديك الكاتبه لا غنديروا له ماسكي بقات مع شنو هادشي الحاج اللي قالت لي دابا هادشي من شهر 5 دابا انت جيتي باش تدي فلوسك؟ لا والو تيتهربوا سني ورقه انك تسحبي الملف خدينا الورقه صيفطها لخويا باش يسناها حيت في سميتها. هاد الورقه اللي عطيتي انت شحال فيها؟ 3000 درهم. وشنو مكتوب في الورقه؟ انا نقول لك شتا فيها مكتوبه فيها استشاره ب 3000 درهم. باستشارة باش غادي 3000. شكرا لك مشاهدينا الكرام لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع عدد من الضحايا توفرنا على الوثائق
لا نتكلم من فراغ. الآن مجموعة من الناس اللي ذكورا وإناث كانوا عنده في المكتب اللي تيتكلموا على الضرر اللي لحق بهم هذا الشخص، تيطلب منهم عقوبة اللي هي عطاه ورقة مكتوبة بستيلو سير قال لي زوها الناس ردوها ليه، قال لهم لا عاود ردوها سير كتبوها لنا عند كاتب عمومي. والورقة اش مكتوب فيها؟ أنا الموقع أسفلا أشهد على نفسي أنني تسلمت من مدير شركة كذا وكذا مبلغ كذا وكذا كاستشارة ب 3000 و5000 درهم. القمة في الغرابة. غنشوفوا القصة مع حياة ياك. عاودي لي حياة، المعلومات اللي عندي هو البارح انت كنت تقطعي حوايجك لداخل، صحيح حاج؟ قالوها لي الناس البارح. حيحت علي. ما عمري درت مع شي واحد ودرت مع امي. انا الناس عارفيني اش كنت، وعارفين مأدبه وداك الشيء. وعاودي لي باش الراي العام والناس تفهم شو اللي وقع لك. البارح جيت عندهم ديك السيمانه بعدا هاكي سيري كتبي لي باش انك غتسحبي الملف. مشيت كتبتها وكليديتها وجبتها ليها. عاوتاني البارح ملي جيت ما بغاش تقابلني، كل مره كتقول لي حال. المهم اصلا عملي كياخذوا الفلوس كيقطعوا. شحال عطيتيهم انت؟ عطيتهم انا 3000 درهم. دابا عطوك فلوس؟ لا مازال ما عطاونيش. انا جيت عندهم البارح ملي حيحت عليهم قالت لي هاك هاد الورقه سيري ديريها عند كاتب عمومي وكليديها وجيبيها لينا، جيبيها في الصباح. الصباح يكونوا فلوس كنايا. ملي جيت الصباح قالوا لي حتى الخمسه العشيه عاد غيكون. والله ما كاين ما والو، والله نفس المشكل داروا. انت الان مازال ما خديتيش فلوس؟ ما خديتش فلوسي لحد دابا. انت ردوا لك الورقه وقال لك سيري ديها عند كاتب عمومي. انا صوبت، انا جيت الصباح مصوبه. جيت انت منين من كازا؟ انا من كازا. انتوما دايرين واحد الجروب في عدد ضحايا كثار من المدونو، صحيح؟ سي دايرين. شنو المدون الناس اللي تعرضوا لهذا النصب الطريق؟ بزاف. من اي مدينه؟ كاين من اكادير، كاين من فاس. السيده اللي كانت كتهضر دابا من فاس، كاين من قنيطره، كاين من العرايش. السيد البارح من العرايش هو ديكلارا بيه راه خاد فلوسه. اختي الله يفرج عليك يا ربي، تاخذي انت رزقك. مشاهدينا الكرام، لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع، هذا الموضوع تنتكلموا على شركه اللي عن طريق التواصل الاجتماعي كتواصل مع الرأي العام وكتبين لهم اشنو هي الامتيازات اللي عندها، هو الطريقة للهجرة إلى أوروبا. هاد الوثائق كلهم تسلمناهم، وفي نفس الوقت مدير هاد الشركة عنده قناة في اليوتيوب فيها عناوين القمة في الغرابة، ذهب لأي دولة من الدول الأوروبية بدون مقابل. هذه العلامة الأولى اللي كيبدأ بها، ولكن ملي كيجي القفص يكون الطرف. هذا رأي آخر. مشاهدينا الكرام، عدد كبير تواصلنا معهم من الناس اللي ضحيت هذا الوضع. الكل يتمنى الهجرة لأوروبا من أجل حياة أفضل، وطرف آخر يستغل هذه الظرفية ديال المغاربة من أجل ربح المال بطرق جد ملتوية. مشاهدينا الكرام، هنا النداء كنوجه لجميع المؤسسات، سواء لا القائد ولا العمل طبعا على هذه المنطقة اللي فيها هذه الشركة، وكذلك الدور ديال رجال الشرطة ولاية الأمن والنيابة العامة اتخاذ المتعين والبحث. كما يبقى البحث حق لكل مواطن، إذا ثبت عكس هذا الكلام فله الحق للتعقيب. فيما يخص الأدلة اللي توفرنا على الوثائق، صراحة هذا الطريقة اللي كتخدم بها الشركة القمة في الغرابة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد إلى توصلنا بعدد آخر من الضحايا. تبعوا معايا.